可能，虽然。レオリオが3位？すげえなあいつ。一変しねえ。やっぱこの動画は衝撃的だもんな。ゴンの親父って嫌われてんのかな。أحد الفيديوهات اللي حصل عليها جدال كبير من المتابعين في قسم التعليقات كان الفيديو اللي نزلته عن الفرق بين ردة فعل هيسوكا على إن جون على وشك الموت بعد قتاله مع نمل الكاميرا والفرق بين ردة فعل والد جون الأصلي اللي هو جين فريكس على إن جون على وشك الموت. هذا الفيديو سوى جدال جدا جدا كبير في التعليقات، ويا ليل النظريات اللي طلعت عن جين فريكس وليش هو كان واثق إن جون ما رح يموت. فاليوم رح نحسم هذا الموضوع بلحظات من الانمي. زي ما وريتك في الفيديو السابق ردة فعل هيسوكا ووريتك برضو من الانمي ردة فعل جين على خبر موت جون، في هذا الفيديو رح نحسم الجدال بلحظات اخرى تبين ان جين اب سيء وخنزير زي ما تم وصفه في الانمي. وبعد ما نشوف هذه اللحظات ووجهة نظر الانمي نفسه من الموضوع رح نناقشكم في النظريات اللي قلتوها ان والد جون يقدر يشوف المستقبل ووالد جون يقدر مدري ايش عن جون وواثق في جون. كل هذا الموضوع رح اناقشه معكم في هذا الفيديو، وبدون تخيلات رح ناخذ الموضوع بواقعية، اوكي؟ بس على السريع كده بسرعة مرة ابيك تشوف ردة فعل هيسوكا وردة فعل جين اللي هو والد جون. هيسوكا غا كرورو تو اوني غوكو شتيرو ايدا ني ايرونا نيوس غا اتا نو سا. سينكيو وا نيتيرو كايتشو غا شين دا كارا. جيتسو وا غايرايشي نو اري تو تاتاكاتتي تومو داوري. اري؟ ياباري. كيمي غا اري كا كايتشو تو تاتاكايتا كامو شيرناي نو ني. سونو تشوتتو غا مندو نان دا يو ني. ゴンは今死にかけてて、キルアは親父に直談判。なんだって？このままだと二人とも死ぬ。イルミ、ちゃんと説明しろ。ジンさん、息子さん大変らしいですね。らしいね。僕、お見舞いに行こうかな。ああ、喜ぶんじゃねえか。わかんないんじゃないかな。瀕死の重体だって聞きましたよ。行って死んでたら無駄骨ですもんね。行けよ。あいつは死なねえ。طيب بعد ما شفت ردة فعل هيسوكا وجين، ايش راح يجي في بال اي متابع طبيعي لاي انمي لما يشوف هذا الشيء؟ بالتاكيد اما راح يمزح ويقول ان هيسوكا ام جون، او راح يقول على الاقل قرابة هيسوكا بجون يا اخي تتفوقوا بمراحل على قرابة جين اللي هو ابو جون اساسا. ردة فعل هيسوكا كانت صادمة لابعد الحدود، يا اخي حتى ردة فعله هذه تفوقت على ردة فعله لما قالوا له انه نيترو مات اللي هو كان اقوى شخص من البشر او اقوى مستخدم نين. فلما تكلمت عن هذا الموضوع وتكلمت بسوء عن والد جون انه ما يراعي ولده اللي على وشك الموت وما راح زاره، لانه في هذه الفتره من الممكن ان جون كان يموت في اي وقت، يعني جون خلاص جسده وصل لمرحله انه صار اسوأ من شكل اي زومبي ظهر في افلام الرعب، حتى ان المؤلف ما خلانا نشوف جون بشكله العادي. الشيء اللي شفناه من جون انه كان شخص على وشك الموت او اساسا كان ميت وملفوف بالضمادات وموجود في المستشفى وما في اي شخص قدر انه يعالج جون، حتى الاشخاص اللي موجودين او كبار المعالجين في الدوله الموجود فيها جون ما قدروا انهم يعالجوه او شيء زي كذا، كلهم خافوا من جون اساسا. فقلت ان المؤلف لما اعطى والد جون لقب الخنزير فقلت انه والله اهني المؤلف على هذا الشيء، لان والد جون حرفيا خنزير. فهذه هي كانت وجهه نظري للموضوع، وانه والد جون مره سيء وشخص سيء في هذه الناحيه، او يعني شخص زبال في العلاقات الاسريه حرفيا. وبعد ما قلت هذا الشيء جو المحللين والمتعصبين في التعليقات، اللي يقول نظريات واللي يقول انك ما تفهم شيء عن والد جون وما ادري ايش. طيب اذا قلت لك ان وجهه نظر الانمي نفسه او وجهه نظر الشخصيات موجودة في الانمي هي نفس وجهة نظري كمتابع، يعني شايف ان هذا الشيء خطأ، وما في اي شخص يقدر ينكر ان الشيء اللي سواه جين مع جون جدا جدا سيء وزبال حرفيا. هذا الشيء صار، فخليني اوريك وجهة نظر الانمي اولا اللي هي طبعا توافق وجهة نظري، او انا اوافق وجهة نظر الانمي واي شخص طبيعي يوافق هذا الشيء. بعد كده نشوف نظرياتكم اللي ما لها حل حرفيا.287期のレオリオだ。そこのジンって人に聞きたいことがある。なぜゴンのところへ行ってやらねえ。あいつが今どんな状態か知ってるだろう。まずお前ゴンのなんだ。バチだ。これからもよろしく頼む。以上だ。ふざけんじゃねえぞてめえ。ゴンがどれだけあんたに会いたがってるか。ゴンのところに行ってやれよ。
おめえみてえな仲間がそれで十分だと言っている。あいつは元気になるかもしれないんだぞ。あいつが自分から来てほしいとでも言ったのか。言える状態じゃ、このクソ野郎。一変死ねー。レオリオが3位？すげえなあいつ。一変死ねー。やっぱこの動画は衝撃的だもんな。ゴンの親父って嫌われてんのかな。يا جماعة حرفياً المحادثة اللي صارت بين جين واليوريو أحد أعظم المحادثات الكوميدية اللي ممكن تشوفها في أنمي، بالذات أنمي هانتر. يا رجل أقسم بالله شيء أسطوري مرة. اليوريو عنده نفس وجهة النظر اللي عندي أو عند أي شخص طبيعي، يبي والد جون إنه يروح يزور جون في المستشفى، وهذا شيء طبيعي المفروض أي شخص يسويه. بعد كده جين سأله وقال له إيش علاقتك بجون؟ إيش تقرب له أو إيش فيه يعني بينك وبين جون؟ قال له أنا صديقه. فقال له بكل برود الله يأخذه أوكي، هو رهيب بس يعني في هذه اللحظات استفزازي مرة. قال له أتمنى تبقوا أصدقاء وشيء زي كده إلى الأبد ومدري إيش. هذا الشيء استفز اليوريو وقال له يا أخي روح زور ابنك في المستشفى، ترى يعني إيش فيك؟ إيش في أمك؟ يعني أنت عارف حالته، ممكن جون يموت، روح زوره قبل ما يموت، بما إن ما في أي أحد في هذه الفترة كان يعرف عن وجود ألوكا اللي هي راح تنقذ جون بعدين. فقام جين رد عليه برد استفزازي أكثر من اللي قبله وقال له بما إنكم أصدقاء وتزوروه فأنتم كافيين، ما أحتاج إن أزوره. ما أدري صراحة إيش أقول. وبعدها جي لك لحظة عظيمة في أنمي هانتر حرفيا، لما اليوريو قال لي جين على مدى اشتياق جون في إنه يشوفه أو يقابل أبوه، فقال له إيش؟ جين حرفيا رد عليه رد زبال أوكي؟ قال له هو قال إنه يبي يقابلني، ما أتوقع إنه قال كده. فهنا حرفيا خلاص استفز اليوريو لأبعد الحدود، ليوريو خرج عن السيطرة وعطى لكمة ديم. عارف انه كان يقدر يتجنب هذه اللكمة ولكن ما تجنبها، وهذا الشيء ظهر سببه في المانجا لانه جين يقدر ينسخ التقنيات وكده، فعجبته تقنية ليوريو فقرر انه ياخذ هذه الضربة لانه اذا جات فيه راح يقدر ينسخ الضربة، فنسخها بعد ما اخذ الضربة من ليوريو. وزي ما شفنا ان اللكمة هذه بردت قلوب المتابعين وبردت قلوب كل الجماهير بعد ما صار هذا الشيء في الاجتماع. حرفيا الجمهور كان خلاص اليوريو كان راح يكون زعيم الصيادين بعد ما سوى هذا الشيء. حرفيا الكل تعاطف مع اليوريو. فهذه هي وجهة نظر الانمي للموضوع، يبي يقول لك ان جين والد سيء لابعد الحدود وعلاقته الاسرية زبالة، يعني هذا شيء مفروغ منه. يعني جون يوم ما انولد جين ساب جون وطلع عشان يصير صياد، بعد كده جون بعد ما كبر ويبي يقابل والده ترى جون نفس الوضع، يعني جون علاقته الاسريه مره زباله، يعني بعد ما صار عمره اتوقع 12 سنه او شيء زي كذا قرر انه يخرج عشان يقابل ابوه ويحقق حلمه، وساب العماميته اللي هي كان يعيش معها في الجزيره وكذا، بعد كده رجع لها ولكن يعني طفل عنده 12 سنه. وادري انه سوى هذا الشيء ولكن بعد ما تخطى الاختبار اللي موجود في البحيره اللي هو يعني يصطاد اكبر سمكه موجوده في البحيره او وحش البحيره، هذا ما نعرف للحين ايش راح يصير عليه لما يكبر، هل راح يكون زي جين او لا. طيب بالنسبه للاشخاص اللي قالوا انه جين رجع من القاره المظلمه او سافر للقاره المظلمه قبل كده ويقدر يشوف المستقبل ويقدر يسوي مدري ايش وكذا 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 وكذا، اوكي معك في هذه النقطه، ولكن ايش اللي ياكد حاليا في المانجا والانمي ان هذا الشيء صار؟ ايش اللي ياكد ان جين ممكن انه يشوف المستقبل او شيء زي كذا؟ ما عندنا اي دليل على هذا الشيء، حتى اننا ما نعرف اذا كان التلميح اللي كان موجود في المانجا او اللي الاشخاص توقعوا انه دون فريكس اللي ظهر في انمي هانتر في البدايه لما كان موجود في القاره المظلمه هو جين او لا. بعض الاشخاص يقولون ان هذا جين ولكن المؤلف يقول ان هذا دون فريكس، وممكن يكون المؤلف يتلاعب بافكار المتابعين لا اكثر، فما نعرف. وهذا الشيء اساسا ما هو موضوعنا، يعني انا اتكلم عن الموضوع بالطريقه العقلانيه او الطريقه الطبيعيه لاي شخص ممكن يشوف هذا الشيء. شخص ابنه راح يموت في المستشفى ليش ما يزوره ممكن يموت؟ هذه وجهة النظر الطبيعية لهذا الموضوع. أما تحليلات يشوف المستقبل ومدري إيش، هذا ما هو عذر، كان يقدر يروح للمستشفى وخلاص عادي. حتى أن جون ما راح يشوفه إذا راح له لأن جون أساسا كان ما يشوف شيء. عارف أن جين واثق في جون وواثق أن جون راح يرجع للحياة، ولكن إيش يأكد لك؟ ما في شيء أكيد. والحين راح يجي الشخص اللي في التعليقات ويقول ترى أنمي ولا تتكلم عن الموضوع بهذه الطريقة اللي تحس أنها واقعية ومدري
مدري ايش، بس انا اقول لك لا تكتب هذا التعليق لانه ما له اي فائده، لاني احب اتكلم عن اي موضوع بجديه يعني عكس اي شيء اخر. عادي انمي، بس الانمي حاليا في مستويات المسلسلات وكل هذه الاشياء، وبالذات انمي هانتر. انمي يناقش مواضيع جدا جدا اسطوريه وحماسيه، فعشان كده اتكلم عن الموضوع بجديه واي موضوع اخر هذا هو الشيء اللي اتكلم فيه او الطريقه اللي اتكلم فيها عن اي موضوع. فبس هنا شباب اتمنى يعني وصلت لكم وجهه نظر الانمي اللي كان يبي ياكد عليها الانمي نفسه مش انا، واكيد ان هذه وجهه نظر اي شخص طبيعي مش الانمي فقط. وغير كده الموضوع كان باين من البدايه ان المؤلف توغاشي اللي ما يبي يكمل المانجا ولا يكمل اي شيء، اتمنى يرجع يكمل المانجا، ما راح اسيب ولا اذى عليه زي كل مقطع او شيء زي كده، لا راح اقول يعني الله يهديه ويرجع يكمل المانجا. كان جالس يوضح في القصة ان شخصية جين سيئة من الناحية الابوية كأي اب طبيعي، هذا الشيء ما يختلف عليه اثنين، ان جين احد اسوأ الاباء في عالم الانمي، والشخص اللي يشوف عكس كده فما ادري صراحة ايش اقول لك. يعني خلفت وجهة نظر الطبيعة ووجهة نظر الكاتب والمؤلف والمتابعين يعني خلاص. المهم شباب وصلنا للنهاية، لا تنسوا اللايك للفيديو، رأيكم في التعليقات عن الموضوع، وشكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وبيس.